السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم في برنامج مستشارك الطبي، وكل عام وأنتم بخير، رمضان كريم عليكم. هكلمكم في مواضيع حلوة جدا هتعجبكم، مواضيع جديدة، مشاكل العصب السابع وتشوهات العظام، اللي هو تشوه العظام اللي هي البون ديفورمتيز، ومشاكل العصب السابع اللي هو بيحصل شلل العصب الوجهي، بيحصل بيلس بولسي أو فيشيا بولسي. طبعا لماذا اطلق عليه العصب السابع؟ اطلق عليه العصب السابع لانه العصب الوجهي رقم 7 في الاعصاب المخيه. وما وظيفته؟ وظيفته طبعا ان هو بيتحكم في العضلات في جانبي الوجه المسؤول عن تعبيرات الوجه الحركيه، مثل الابتسام، الضحك، مثل البكاء، مثل برضو تحريك الشفايف، ضم الشفايف، تحريك الحواجب، قفل العين، فتح العين، حاجات زي ذلك يعني. ولازم طبعا نعرف اكثر الاماكن حدوثا فين، الناس اللي هي اكثر اماكن حدوثا بيحصل لها مين؟ النساء الحوامل اللي هم برضو ساعات البالغات المراهقات بيبقوا عصبيين، ذو عصبيه زائده، قلق وتوتر زائد، اوفر تنشن جامد. فلازم طبعا الهدوء على قدر المستطاع. الناس اللي بيتعرضوا لهواء بارد بعد دش سخن بالذات بيحصل لهم الموضوع دوت. بيحصل في مرضى السكر دايبيتس ميليتس، بيحدث برضو في الناس اللي هي قلت زي ما قلت عصبيتهم زايده او كده، لازم لو حتى عصبيته زايده او حاجه ياخد مهدئ او كده عشان يرتاح يعني، ده مهم جدا. وفي اعراض واسباب وفي علاج هتكلم عنه برضو، الوقايه يعني. طبعا الاعراض اللي بتبان بيبقى فيه ضعف في عضلات الوجه. طبعا عضلات الوجه هم 15 عضله، اشهرهم عضله مغصنه الحاجب عشان الحواجب، تحريك الحواجب، وعضله اللي هي العضله الناشله، وفي الباكسينيتور عضلات الشفايف البق، في زيجوماتيك ميجور وزيجوماتيك مينور، زيجوماتيك ميجور وزيجوماتيك مينور، وفي برضو عضلات اللي هي زي الاوربيكولاس اوكيولاي والاوربيكولاس اورس. اوربيكولاس اوكيولاي اللي هي الدوريه العينيه، والاوربيكولاس اورس اللي هو الدوريه الفمويه، ودي عضلات طبعا بيحصل فيها ضعف، فبيحصل ركفه زي رعشه. الرعشه دي بيبقى فيه عدم تحكم بها، وفي نفس الوقت عدم القدره على الكلام، لان بيبقى فيه جفاف في الفم، ففي تغيير في نبره الصوت، وفي اضطراب حسب التذوق ساعات. الناس بتاعنا في رمضان يعني في الاكل يعني، برضو لما بييجوا ياكلوا بيبقى في التذوق مش باين قوي. وفي برضو ساعات في جفاف في الفم، جفاف في الفم زي ما قلت، في جفاف في العين، بيبقى عدم القدره على اغلاق العيان لتلك العين، فطبعا ده اللي بيحدث يعني. وفي برضو ساعات شعور بصداع مستمر، وغير الصداع المستمر في تنميل بيبقى في الوجه، تنميل شويه كده، الام في الوجه بتبقى جامده قوي، وكل ده بيتعالج اكيد طبعا ان شاء الله. وبيبقى فيه برضو ساعات طبعا بسبب جفاف العين والفم وكده، ساعات بيبقى برضو بسبب البق عشان معوج شويه ومقفول سنه، والعين بتبقى مش عارف يقفلها، فبيحصل كثره افراز الدموع وكثره افراز الايه اللعاب. وفي نفس الوقت في اسباب بقى هتكلم عنها، الاسباب اللي هي كوزز، ايه هي الاسباب اللي الاسباب طبعا بسبب اصابات او حوادث ممكن تحصل في المصارعه الحره، في الكيك بوكسنج، في البوكسنج يجي واحد ياخد بوكس مفاجئ، البوكس ده ممكن يعمل ايه؟ شلل في العصب الوجهي. ممكن برضو بعد عمليات اللي هو في الولاده وكده، اطفال حديث الولاده ممكن يحصل لهم برضو. ممكن برضو بعد عمليات السرطان ممكن يصيب برضو معرض لذلك، في اصابات الجهاز العصبي، في جلطه المخ يعني، بيحصل جلطه في المخ او هيموبليجيا شلل نصفي، ممكن يؤدي الى تلك الحكايه برضو. فلازم نتجنب برضو التعرض للهواء البارد، نتجنب التعرض برضو، لان برضو دي اسباب برضو من اسباب التعرض للسموم، التعرض للكحوليات، للخمور والحاجات دي، لاول اكسيد الكربون، الحاجات دي كلها بتؤدي الى ذلك. كذلك التعرض برضو للايه؟ العصبيه، للقلق الزائد، التوتر، الاوفر تنشن. كذلك برضو يعني برضو الهربس زوستر، المرض اللي هو بيبقى مرض جلدي بيجي ينتشر في الجسم، وتلك المرض يؤدي يصيب العصب الوجهي، يؤدي الى شلل العصب الوجهي وهو البلس بولسي. لو جينا نتكلم بقى عن العلاج والوقايه، وطبعا العلاج يعني ايه؟ الوقايه خير من العلاج. العلاج اللي هو التريتمنت اللي انا همشي بيه، طبعا العلاج بيتم الشفاء تلقائيا بعد 6 اسابيع من الاصابه. تقريبا بيبقى تقريبا من 12
ل 24 جلسه تقريبا يعني. وساعات بقى الحقيقه لو طبعا لو القلق زي والتوتر والعصبيه زي ده ممكن يبقوا 30 جلسه مفيش مشكله عادي يعني. بس لو واحد بقى عنده عزيمه واراده واكتف كده ويتعالج بسرعه وعنده استيعاب انه يتعالج بسرعه ساعتها ممكن ياخد 12 جلسه بس ويخف ويبقى زي الفل ان شاء الله يعني. في العلاج بنستخدم انا كدكتور علاج طبيعي طبعا بستعلم من دكتور مخ والاعصاب بيكتب هو طبعا ادويه بتتم الشفاء السريع وانا بكمل العلاج الطبيعي بعد ذلك. العلاج الطبيعي بيتم عن طريق استخدام ترانس كوتينيوس الكتريكال نيرف ستيميوليشن تنبيه العصب تحط على الوش سواء الجزء الايمن او الايسر. وطبعا اساسا هو بيحدث فين؟ في الجزء الايمن او الايسر، نادرا انه يحدث في الجزئين ده طبعا يعني. وحتى السبب برضو مش لاقيين له سبب يعني، احتاروا كتير وبيقولوا ان هو فيروس معدي بس هو اساسا مش فيروس معدي يعني، هو بيقال ذلك يعني. طبعا بيقولوا برضو العمليات الجراحيه خطر جدا في تلك شلل العصب الوجهي. ليه بقى؟ لانها ساعات تؤدي الى فقدان السمع، فعشان كده العلاج الجراحي يعني نمنعه خالص. خلينا في العلاج الطبيعي دلوقتي اللي هو ترانس كوتينيوس اكسترنال نيرف ستيميوليشن تنبيه العصب. وفي غير تنبيه العصب في فيشل مساج بعمل زي تدليكات على الوش كده اهو، بينشنج كده تابنج بسيط كده، ارفع فوق الحواجب، حركات كده على العين على البق عشان الدوره الدمويه تمشي. طبعا مع ريلاكسيشن ميوزك، مع موسيقى تكون هاديه وحلوه كده تروق مزاج العيان ان هو يخف ويعرف يستوعب، يبقى في موسيقى هاديه كويسه كده. وفي مساج نوبلايزر، مساج كده بيترجرج فايبريشن تحط على الوش بطريقه منتظمه كويسه تزود الدوره الدمويه وفي نفس الوقت تقلل الالم وكويسه جدا برضه السيركيوليشن، بزود الاكسجين في العضله. في انفراريد اشعه حمراء فوق البنفسجيه، الاشعه الحمراء فوق البنفسجيه دي بتتحط بطريقه كويسه جدا بس تبقى بعيده عن الوش عشان ما تبقاش سخنه تحرق الوش، تبقى بعيده شويه. ده مهم جدا يعني 15 سم بعيد عن الوش كده اهو عشان ما تحرقوش يعني. وفي نفس الوقت ده كله النظام العلاجي ان انا همشي عليه. لازم اعمل حسابي على مشاكل العين، لازم اخد بالي منها ان طبعا لو بيلبس نظاره سوداء العيان عشان يمنع الاتربه، يحاول يلبس في اثناء النوم ضماده او بلاستر عشان العين انها تقفل شويه اثناء النوم، او يحاول هو يقفلها بايديه، ده مهم جدا. برضو استخدام القطرات، القطره عشان بيبقى فيه دموع كتيره، فطبعا لازم استخدام الايه القطره على قدر المستطاع يعني. ودلوقتي ده بالنسبه للايه النظام اللي هو العلاجي. النصائح طبعا المهمه يعني شرب الميه كثيرا عشان الميه بتزود المعادن فحلوه للدوره الدمويه والاكسجين في الوش وكده. الحاجه الثانيه برضو على قدر المستطاع لازم برضو تجنب وعدم التعرض للهواء البارد على قدر المستطاع. الحاجه الثانيه المهمه لازم تقويه نفسيه العيان عشان لما يكون سايكولوجيكال سايكولوجي بتاعه كويسه وعنده نفسيته عاليه هيعرف يخف بسرعه ويستجيب بسرعه عشان ريتيرن باك تو هيز اي دي ال اكتيفيتي اللي هو اكتيف داي لايف، يرجع يمارس حياته الطبيعيه ويشتغل تاني ويبقى كويس. تمام. برضو على قدر المستطاع تقويه عضلات الوجه، وانا اقول له بقى مثلا ايه اضغط جامد كده وغمض عينيك على الاخر، كز على اسنانك جامد عشان العصب يفك، يرفع حواجبه لفوق ويبرق شويه كده اهو ويضغط على بقه شويه كده زي ما اقول له ايه فش غلك فيها كده يعني ايه، يحاول يفش غله في الايه في العلاج عشان يخف التنشن يفك، الدش الدافي يجيبه يرزع على الوش، الدش السخن يترزع بس على شرط مهم جدا انه ما يطلعش على الهواء او مروحه او تكييف، لازم ينشف وشه بالفوطه كويس وبعد كده يطلع يقعد عادي بقى يتفرج على التلفزيون يمارس حياته الطبيعيه يفطر من احنا صايمين يعني. تمام. دلوقتي هتكلم عن ده موضوع بالنسبه اللي هو شلل العصب الوجهي. هتكلم دلوقتي بالنسبه لموضوع تشوهات العظام. تشوهات العظام اللي هو البوند فورمتز، في تشوهات كتير قوي في الجسم منتشره، منها نبدا بالايد الكلاونس تبقى الايد عامله كده اهو. تمام. ممكن هاند فورمتي يبقى ايد مثلا فليكشن اكستنشن مفروده، ممكن برضو يحصل ديفورمتي تحصل في تشوهات العمود الفقري السكيوزز اللي هو انحناء العمود الفقري كيفوزز الاتب. برضو فيها بيحصل في الركبه اللي هو جينوفيرم تلاقي ركبتين خابطين في بعض كده، الجينوفالجم تلاقيهم بعاد عن بعض. تمام. في من تشوهات العظام برضو بيحصل ساعات ان رجل تبقى اطول من رجل، رجل طويله ورجل قصيره، ودي تبقى طبعا استعدال الساقين اللي دكتور العظام بيعملها، بيقطم العظمه ويبقوا الاثنين في سوى واحد. دي كلها تشوهات العظام. تشوهات العظام دي عباره عن ايه؟ هو تكون غير طبيعي،
تكون غير طبيعي، بيبقى تشوهات عظام بوند فورمتز، يبقى فيه تشوهات خلقيه تؤدي الى اعاقه حركيه بدنيه، مما تصيب ويحدث اضطرابات في طبعا بالنسبه للعيان نفسيته والعمليه النفسيه الاجتماعيه، اضطرابات نفسيه اجتماعيه بتحدث، صار بيبقى متضايق شويه لغايه ما يبدا يخف، يبدا طبعا لازم تشجيع من الدكتور عشان ان هو يمارس حياته طبيعيه ويبقى كويس يعني. تمام، ده بالنسبه لتشوهات العظام. ساعات بنستخدم، مهم قوي في تشوهات العظام، بنستخدم اللي هو الليزروف. الليزروف ده بيبقى اجزاء معدنيه لتثبيت العظام، يستخدم في كسور العظام وفي تشوهات العظام. ساعات بيستخدم بالسوفت وير بالكمبيوتر لتقييم وبناء العظام، وساعات بنستخدم زوائد جديده يعني زي كده بتبقى اخف وزنا، زي ايه؟ الالومنيوم، الفايبر، الالياف الكربونيه، بتستخدم عشان وزنها خفيف فبتبقى حلوه كويسه يعني. موضوع اللي انا هتكلم عنه اكتر حاجه اللي هو في تشوهات العظام اللي مشهور قوي، تشوهات العمود الفقري. بالنسبه في العمود الفقري اللي هو البيندنج اوف سباينال كورد ويز روتيشن، بيبقى التواء جزء اكثر من العمود الفقري، وبيتقال عليه في اللغه العربيه اللي هو الجنف يعني. السكوليوزز ليه طبعا انواع، ايه التايبس بتاعته؟ يا فيكسد، يا ثابت، يا الا بيبقى موبايل، يا الا بناء ستراكشرال يا غير بناء نون ستراكشرال. الفيكسد ده ثابت، بيتعالج عن طريق العلاج الجراحي، لازم تدخل جراحي، بوتشر كوركشن، ان انا استعدل التقوس على قد ما اقدر، التقوس اللي هو الجانبي على حسب التقوس بقى. لو طبعا الكيرفات الطبيعيه، طبعا الموبايل انا قلت اللي هو بيتعالج عن طريق العلاج الطبيعي والتمرينات العلاجيه، لكن الكيرفات الطبيعيه بتبقى عنقي، بتبقى صدري، قطني، وعجزي، على حسب. في بقى بيحصل فيه سراكو لامبر كيرف، دي كيرفات مش طبيعيه بتحدث، بيبقى فيه اللي هو السي شيب على حرف سي كده، تمام، وفي نفس الوقت غير ان هو على حرف سي بيبقى فيه جانب فيه عضلات قصيره لازم تتقوى، وجانب فيه عضلات بتبقى ضعيفه لازم انها تتقوى، العضلات القصيره لازم تتطول، استريتشنج هنا وسترينسنج هنا، تقويه هنا وتطويل هنا، تمام كده. اتكلم بعد كده ده اللي بيحصل، ان السي شيب دوت بيبقى الاعوجاج في نفس الجهه، لكن الاس شيب اللي هو الاس اعوجاج بيبقى الفقرات الصدريه في جهه، اسمه اعوجاج عكسي، والفقرات الايه القطنيه في الجهه الاخرى. لو اتكلمنا على الاسباب والاعراض اللي بتحصل لتشوهات العمود الفقري، طبعا التشوهات العمود الفقري بالنسبه يعني اعراضها بيبقى في الام في العمود الفقري، وساعات بقى بيصاحبها برضو خشونه في الظهر، بيبقى في نطقات عظميه، بروزات عظميه، ساعات ان بيحدث برضو انزلاق غضروفي، ان ممكن الفقره تتزحزح، برضو يحصل سبوندوليسيسز وانزلاق غضروفي، ان يحصل الماده البلغوزيه تخرج الى الخارج تضغط على، طبعا انفتاء في الجزء الخارجي الشغتي اللي هو الانيولس فايبروزز، النيوكلس بربوز ماده بلغوزيه تخرج الى الخارج، يحصل ضغط على العصب، ضغط على العصب يحصل تسميع للالام وكده. استاذنكم بس في فاصل ونعود ان شاء الله. شركة تأمين في إفريقيا لعام 2015 والحصل على التصنيف الائتماني العالمي تريبل بي لقوة مركزها المالي، تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين دائما صادقة مع عملائها، لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114. مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط. مصر للتأمين، خبرات وعقول مصرية ترجمت الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين، أفضل شركة تأمين في إفريقيا لعام 2015 والحصل على التصنيف الائتماني العالمي تريبل بي لقوة مركزها المالي، تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين دائما صادقة مع عملائها، تفي بالتزاماتها، لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114.
عدنا اليكم مره اخرى في برنامج مستشارك الطبي. كنت بتكلم في موضوعي عن مشاكل العصب السابع وتشوهات العظام، وطبعا قلت ان تشوهات العظام اكتر حاجه مشهوره تشوهات العمود الفقري اللي هو يقال باللغه العربيه الجنف او اللي هو اعوجاج العمود الفقري اللي هو السكوليوزيس. يعني نتكلم عن الاعراض، ان بيبقى فيه الام شديده جدا، الالام دي بتيجي وساعات بيبقى فيه نمنس تنميل، طبعا لو ساعات لوس اوف بالانس فقدان الاتزان، لوس اوف رينج اوف موشن فقدان في مدى الحركه، لوس اوف سنسيشن فقدان الاحساس لو مريض سكر، يعني بيبان طبعا ان هو بيبقى عنده فقدان احساس او كده. وفي نفس الوقت بيبقى فيه شورتنينج اوف بريسنج، بيبقى فيه يعني النفس ساعات من كتر ما الاعوجاج على حسب تقوسه ساعات ب 20 درجه 40 درجه، ساعات لو صدري جامد قوي بيبقى طبعا بيعمل ضيق في التنفس. يعني نتكلم بعد كده برضو ان بيحدث من الاعراض اختلاف في مستوى الكتفين، تلاقي كتف عالي منخفض وكتف بيبقى واطي. فطبعا ده لازم الحاجات دي كلها بتتعالج بالعلاج الطبيعي الا بالجراحه على حسب. يعني ده بالنسبه للاعراض اللي هي بيبقى في ستيفنس ساعات يبص المفصل. الاسباب بقى، الاسباب يا الا كونجنتال بيبقى عيب خلقي، يا الا ديفلوبمنتال عيوب تكوينيه. وطبعا الكونجنتال بيبقى حسب انه جيناتك، ممكن من الاب والام يبقى عندهم سكوليوز انحاء عمود فقري فيجي الاطفال عندهم، بتحصل. وساعات ممكن تحصل من حوادث او من اصابات، يعني من اصابات او من حوادث. يعني مثلا بعد الشهر اكسليشن انجري ديسيشن انجري، ممكن برضو تحصل في اصابه، يعني تبقى هو يكون عنده عمود فقري اساسا بس يحصل له بعد الشهر كسر او حاجه، فيكون مثلا الرقبه ثابته والجسم يتحرك في موتوسيكل او في عربيه، او يحصل العكس ان الجسم يبقى هو اللي بيتحرك والرقبه ثابته، او العكس ان الجسم بيتحرك ثابت والرقبه هي اللي بتتحرك، على حسب. يعني وجينا اتكلمنا برضو في الاسباب، برضو الوضعيه الخاطئه الغير سليمه. طبعا الباد بوزيشن الوضع الخاطئ نحاول نتجنبه على قدر المستطاع، عشان برضو بيجي الام الظهر. يعني والموضوع برضو مش كله التشوه، في الام في الظهر بتيجي، لازم عدم الحركه المفاجئه، عدم حمل الاشياء الثقيله برضو على قدر المستطاع، عدم الثبات في مكان واحد لفتره طويله، عدم النوم على البطن كتير برضو في اوجاج برضو ممكن يصاحبه الم عاد لفتره طويله، فتره طويله عامل كده، او الانحناء لفتره طويله، ثبات في مكان واحد غلط. يعني طبعا دي بالنسبه للاسباب اللي انا بتكلم فيها. هتكلم عن العلاج والوقايه بالنسبه للسكوليوزز انحناء العمود الفقري. وطبعا قبل ما اتكلم على العلاج لازم نتكلم على ايه هو تركيب التشريح. يبقى فيها عظم كده اهو في الظهر اللي هو السباينس بروسس، اللي هو النطوء الشوكي، النطوء المستعرض، النطوء المفصلي. بيبقى فيه برضو جسم الفقاره، في القناه الشوكيه والحبل الشوكي. برضو بيبقى في اربطه حواليها زي في الظهر، رباط طولي الامامي، رباط طولي الخلفي، رباط بين المستعرضات، فوق الشوك، رباط الاصفر، رباط المحفظه، على حسب بقى كان ده لو ظهر. يعني لو رقبه في زي الالر ليجمنت والاكسسوري ليجمنت وحاجات زي كده، ليجمنتم في العظم، حاجات زي ذلك. والحاجات دي كلها اربطه ممكن يحصل فيها قطع في الاصابات او كده، ممكن يحصل قطع في الغضاريف. الغضاريف مهمه جدا لانها عباره عن مخدات او وسادات مطاطيه شوك ابزوربر لامتصاص الصدمات، فده برضو مهم جدا. العضلات مهمه قوي، انتيرو بوستيريور لونج تيدون ماسل، عضلات انتفرتبرال اللي في الفقرات مهمه جدا، بتحمي الظهر برضو. لكن الاربطه تعمي على ثبات الايه المفصل. وبرضو بعرف ان طبعا العمود الفقري بيتكون من 33 فقاره، فطبعا بيتكون 33 فقاره في اللي هو السيرفايكال العنقيه، بتتكون من سبعه، فيها الاطلس والاكسس اطلسيه والمحوريه، عشان فيها الاتلانتو اكسيال جوينت، والاتلانتو اكسيال جوينت ده بيبقى مهم جدا، بايفوت جوينت عشان البالانس عشان الاتزان، ده مهم قوي. وفي نفس الوقت في اللي هو الثوراسيك الصدري بيكون من 12 طبعا فقاره، وفيهم 24 ضلع على اليمين و24 ضلع على الشمال. وبعد كده في الفقرات اللمبر القطنيه من L1 ل L5 بيبقوا خمسه. بعد كده في العجزيه الصقره من S1 ل S5. بعد كده في العصعصيه الاخرانيه خالص الكوكسكس، وديت اللي هي من 3 ل 4، يبقى لو جمعناهم كلهم يقوموا يتكونوا من 33 فقاره. وده تكوين العمود الفقري، ده مهم جدا لازم نعرفه قبل ما نقول العلاج وكده، يعني والايه والوقايه. يعني العلاج التريتمنت طبعا مهم جدا، علاج دوائي، وده دكتور العظام بيقوله. بنستخدم زي مسكنات لو في الم زائد، باصة العضلات ممكن برضو، غير باصة العضلات نستخدم ادويه مضاده للالتهابات لو في خشونه جامده. طبعا لو فيها هشاشه لازم بتتعالج برضو، ليها علاجها. بس اهم حاجه في الاوستيوبروسيس في الهشاشه ان طبعا لازم على قدر المستطاع ياكل حاجات فيها ايه البان كتير، اسماك كتير، جبن، كمون على البيض على الجبن. لو اتكلمنا على التمرينات بقى الرياضيه بالنسبه للسكوليوزز، بنسوي سترينث اكسرسايز، طبعا بنعمل سترينث اكسرسايز تمارين تقويه، ستريتش اكسرسايز، رينج اوف موشن اكسرسايز، اكتفلي باسفلي على قدر المستطاع.
في عيان مثلا تمرين اقول له اقف عند الحيطه او العيانه تقف وترفع ايديها لفوق وتميل ناحيه الجانب المرتفع، تحاول برضو ده تمرين مهم جدا، تميل الجانب المرتفع سواء يمين او شمال حسب التقلص العضلي فين او القصر فين. وبرضو ممكن انها تقعد في وضع السجود وتزحف وتميل الجانب المرتفع. ممكن عيان او العيانه يناموا برضو على السرير ويجوا على الاخر كده اهو وينام على جنبه ويجي يميل الجانب المرتفع تمام. وفي نفس الوقت ممكن برضو في وضع ينام على ظهره ويجي عند الركبة 30 ثانية مدة لك تقريبا بيبقى 3 تايمز ديلي 3 مرات يوميا، يميل للجانب المرتفع كده ناحية الركبة ونعيد 30 ثانية. ده ستريتش تطويل العضلة، فده كويس جدا مش وحش يعني على حسب. طب لو رقبة حاجة تانية بقى بيقعد ونحاول نعمله ستريتشات على الرقبة، يحاول يعمل سايد بيندنج روتيشن حاجات زي كده، يجيب رقبته لقدام لورا سايد بيندنج يمين شمال روتيشن يمين او شمال، ده على حسب. لان السكوليوزز ممكن ان هو يكون سيرفايكال سكوليوزز او باك سكوليوز، ممكن يكون في الظهر او رقبه. وساعات في حاله مستعصيه بتحصل كايفو سكوليوزز، يجي كاتب مع ايه مع سكوليوزز مع انحناء او التواء العمود الفقري يعني. وده انظمه العلاج. في انظمه اجهزه حديثه هنتكلم عنها اللي هي ترانسكوتينيوس الكتريكال نيرف ستيميوليشن، تنبيه للعصب، وده كويس جدا. في الليزر لايت امبليفايد ايميج اوف راديشن، نستخدم الليزر ده حلو قوي للالم برضو. وفي برضو غير الليزر انفراريد اشعه حمراء فوق البنفسجيه. وفي بنستخدم برضو ساعات جهاز حديث اللي هو السيراجيم، ده كويس قوي. وساعات بنستخدم العلاج المائي، العلاج المائي يقعد العيان في الميه ويحرك جسمه وكده يبقى حلو جدا عشان الدوره الدمويه. وفي هوت باكس كمادات سخنه بتتحط بس كذا فوطه عشان العيان ما يتحرقش. وفي كونتراست باص اللي هو اللي يبقى سخن ساقع سخن، 5 دقائق سخن 5 دقائق ساقع 5 دقائق سخن، حاجات زي ذلك يعني. وفي حزام اللي هو اللي هو الايه فايبريشن مساج، بيتهز كده تحط على الرقبه وعلى الظهر، بيبقى حلو جدا مش وحش. وفي جهاز برضو حديث اسمه كريزي فيت مساج، ده كويس برضو بيعمل فايبريشن يضيع الالم وكده، وكويس الدوره الدمويه. ده بالنسبه للعلاج. في طبعا التشخيص مهم جدا برضو، لازم العيان يكون عامل اشعاعات يعني، سواء اشعه عاديه اشعه مقطعيه سيت سكان بتبين اذا كان في نطاقات عظميه بوني سبير، اذا كان في برضه الام ار اي مغناطيس ماجنتيك ريزونانس ايماجينيشن بتبين اذا كان في قطع عضلات قطع اربطه ماسل تير تمزق بيبان برضه خشونه، اذا كان في انزلاق غضروفي بتصاحب معاه، الحاجات دي كلها لازم تبان في الاشعاعات. وفي النيرف كوندكشن فيلوستي بيبين برضه، بيبين النيرف كوندكشن بيبين سرعه العصب وقوه العصب، اي ام جي الكتروميوجرافي تخطيط كهربيه العضل، ده مهم جدا ان احنا برضه لازم على قدر المستطاع الحاجات دي كلها تتعمل عشان ايه. وفي تستات بقى سيرفايكال تيست للرقبه، باك تيست، حاجات كتيره يعني تستات عشان اختبار الالم فين عامل ازاي. في كشف اكلينيكي بنعمله طبعا، يعني ممكن ان هو ينام مثلا على وشه او العيانه تنام على وشها وحرك الرجل يمين شمال، لو اللي حصل ان الالم جاي يعني ما فيش الم في الظهر اساسا وألم بس موجوع كده عند الحوض كده، يبقى ممكن يكون اساسا لا انزلاق غضروف ولا مشكله في الظهر ولا اي حاجه، ممكن يكون مجرد يعني خشونه في الحوض او حاجه يعني. ممكن يكون دي حاجات اسمها طبعا يعني ايه يعني حاجات متشابهه تمام، بتبان حاجات بتبقى يعني ايه متشابهه، اعراض متشابهه. ممكن يكون واحده عندها الام في المبايض، حاجه امراض نسا مالهاش علاقه خالص، هو فاكر انزلاق غضروفي مثلا، هو مش كده نهائي خالص. وكنت طبعا مصاحبه في الاول في اللي هو الاعوجاج العمود الفقري، لكن هو شويه الام في الكلى برضو ممكن يكون ده ليه علاقه بالباطني ملهاش علاقه، ومتوهم من انزلاق غضروفي وهو مش انزلاق غضروفي خالص، لان انزلاق غضروفي ممكن يصاحب مع الاعوجاج العمود الفقري. طبعا لو جينا نتكلم يعني اخيرا عن نصائح مهمه جدا، وبعد النصائح انا ممكن اقول لكم حاجات تانية كتير، يا رب الوقت يكفي بس يعني. طبعا النصائح، لازم شرب المياه كثيرا على قدر المستطاع، ولازم على قدر المستطاع عدم الحركه المفاجئه، عدم حمل الاشياء الثقيله. لازم برضو ممكن العلاج يتم عن طريق لازم مهم جدا قبل النصائح علاج بالملاحظه، العلاج بالملاحظه ده مهم جدا. ازاي نسبه التقاعس ب 20 درجه او 40 درجه 20 درجه او 40 درجه، فلو اقل من 20 درجه ال 20 درجه يبقى لسه ما اكملوش نموهم، ده بالملاحظه. لو 40 درجه ليه اقل تقريبا بيبقى اكملوا نموهم، لكن طبعا لو 20 درجه او 40 درجه او اقل بيتم العلاج الطبيعي. ولكن لو حدث ان هو اكتر من 40 درجه التقوس، لازم ان هو يستخدم التدخل الجراحي، لازم بوتشر كوركشن عن طريق الجراحه بقى، لازم دكتور العظام هو اللي بيعمله يعني. فده مهم جدا جدا
ان احنا نعمله لو كده. في علاج بالاحزمه برضو، في النصائح مهمه قوي نلبس حزام البوستون بريس سبورت، ده بيستخدم في السفر البعيد، يستخدم في اوقات العمل الطويله، ولكن في اثناء النوم لازم ان هو يتقلع، ما ينفعش ان هو يتلبس في اثناء النوم عشان غلط يضغط على العصب وكده ويضغط ويتعب العضلات، لازم في اثناء النوم بيتقلع، لكن في السفر البعيد في اوقات العمل الطويله حاجات زي كده، وده طبعا يمنع تقوس من الزياده، يعني تلك الاحزمه تمنع التقوس، تمنع التقوس من الزياده. في النصائح المهمه برضو لازم تقويه العضلات الضعيفه، العضلات تبقى ضعيفه تتقوى، تطويل العضلات القصيره برضو على قدر المستطاع، لازم ممارسه الرياضه بانتظام، تمرينات رياضيه، ولكن عدم الرياضه العنيفه، ما ينفعش يبقى في رياضه عنيفه، لازم الرياضه تكون كويسه كده وبسيطه عشان العيان ايه يستجيب بسرعه، ولازم تقويه نفسيه العيان على قدر المستطاع عشان ريتيرن باك تو اكتيف دي لايف، يمارس حياته الطبيعيه. وللاسف وصلنا لاخر حلقتنا، الوقت مش هيكفي، وان شاء الله نتابع قدام باذن الله برنامج اعزائي المشاهدين. يعني انا فرحان جدا ان انا يعني معاكم النهارده برنامج مستشارك الطبي، وفرصه سعيده، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصر للتأمين.